في السياق ذاته، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على الأهمية البالغة التي توليها مصر للعلاقات التاريخية مع لبنان، مضيفا أن مصر لن تتوانى عن تقديم كل أوجه الدعم والمساندة الممكنة للبنان. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر المناخ COP27. من جانبه أشاد ميقاتي باستضافة مصر لفعاليات مؤتمر المناخ متمنيا خروج هذه القمة بنتائج تعمل على خدمة أهداف البشرية في وضع حد للظواهر السلبية الناجمة عن تغير المناخ، كما أعرب عن امتنان بلاده للدعم الذي قدمته مصر من المستلزمات الطبية في استجابة سريعة من الرئيس السيسي لطلب لبنان.